الدين الرومي. Wherever you stand, be the soul of the place. أينما كنت، كن أنت روح المكان. بنعمل الحاجة دي عن طريق حاجتين، بننظم فعاليات ثقافية أسبوعية، والحاجة الثانية بننظم رحلات سياحية داخل الخرطوم وخارج الخرطوم. طيب الفكرة دي جات من وين؟ أنا تولدت برا السودان وقريت كل المراحل المدرسية برا السودان وجيت السودان عشان أقرأ الجامعة، لكن مما أنا تولدت كل سنة بجي إجازة السودان، كل سنة بجي الخرطوم بقعد يومين، منها بمشي البلد بقضي الإجازة هناك كلها وبعدها برجع على الخرطوم وبعدها بسافر. كنت فاكرة إن السودان كله عبارة عن البلد، أنا البلد بتاعتي حلفة جديدة خشم القربة. فلما جيت أقرأ الجامعة كان أول مرة أجي السودان في الشتاء، جيت برضو قعدت في الخرطوم يوم، بعد كده سافرت البلد لناس حبوبة. لما مشيت البلد خلعت بصراحة أو اندهشت، لأنه نفس المكان اللي أنا بزوره حياتي دي كلها وكان جيته قبل 6 شهور، المكان مختلف تماما. ليه؟ لأن أنا بس جيت في الشتاء، في الخريف كنت بيجي كل سنة في الخريف، المرة دي لما جيت في الشتاء كان شكل المكان مختلف. الأرض كانت زمان بتكون خضرة كده وطين وبتاع، حاسة رملة سودة. فالحاجة دي بهرتني خالص، يلا رجعت الخرطوم عشان أقرأ الجامعة. أول أسبوع كنت بتوه كل مرة، أو أول أسبوع كانوا هم بوصلوني بوروني مكان المواصلات ويوصلوني جامعة. بعدها قلت لهم يا أخي خلاص أنا حمشي براي. الأسبوع الثاني أنا كنت بتوه حرفياً كل يوم، أنا بقعد تايهة في السوق العربي لغاية ما ألقى المواصلات، لكن بصراحة كنت بستمتع في التوهان ده لأن أنا كنت بستكشف في الخرطوم وغيرت لي فكري عن السودان. دي جامعة. بعدها كنا وين؟ كنت بتوه في السوق العربي لمدة أسبوع كامل، أنا ما كنت عارفة المواصلات، كل يوم بتوه لغاية ما بعدين أنا حفظت السوق العربي كله وبقيت أنا من أي نقطة بقدر أصل البيت. بعدها حصل شنو؟ بقيت إذا لغوا أي محاضرة أو انتهيت بدري بمشي المواصلات، أي مواصلات، وبركب أي حافلة بس بقعد جنب الشباك واصل اخر محطه وبكون بستمتع جدا جدا واجي راجع ثاني. كل مره كل ما يلغوا اي محاضره او انتهي بدري بعمل الحركه دي. وبالذات في ام درمان، يعني كانت بالنسبه لي ام درمان فيري انترستنج لانها هي حقيقه مختلفه عن باقي الخرطوم يعني. وكنت بزعل خالص وبتضايق لما اجي القى زول بيرمي حاجه بكون بقول له لا ما ترمي المكان ده جميل. فبعدين انا قمت اتخرجت واشتغلت، انا قريت علوم كمبيوتر جامعه السودان، فكنت شغاله بروجرامينج وبرضه وظيفه ثانيه، فكان بيكون عندي ستريس كثير مرات. فبقوم بعمل شنو؟ كل ما احس نفسي ان انا مضغوطه بقوم بسافر البلد. بسافر بكون مثلا بسافر الساعه 7 صباحا وبصل هناك الساعه 3، بقعد شويه ساعات، ثاني يوم الساعه 7 صباحا بركب الباص وبرجع ثاني. كنت بقعد ساعات بسيطة، لكن الساعات دي كانت بتغيرني يعني أو بتديني طاقة كده وبرجع مبسوطة تاني بكمل يومي. الحاجة دي كانت بتخليني إن أنا عاوزة يعني الناس كلهم يسافروا جوا السودان. وطوالي في 2012 جاتني فكرة إن أنا أشجع السياحة الداخلية جوا السودان. بديت أتكلم عن الموضوع ده، الناس كانت بتقول لي يا أخي جوا السودان والكلام ده كيف وبتاع وهناي، والناس حتى زمان اللي كانوا بيسافروا شهر العسل وكده كسلا وبورسودان وكده بقوا يمشوا أسمرة والقاهرة. فبدأت شوية أحبط، لكن الحاجة اللي خلتني خلاص يعني أكسر الحنك كان مرة حضرت لي تخريج، قاموا كان في كده في فقرة دائما في أي تخريج بيعملوا فيها النشيد العلم. ففي نشيد العلم الناس ما كانت بتسكت، كانوا بيتونسوا عادي وبتصوروا وبيتكلموا. الحاجة دي خلاص ادتني إحساس إنه هي الناس ما قاعد تسكت عشان نشيد العلم، اجي اقول السودان سمح وراح نسافر والكلام ده خلاص كان بطلت الحاجه دي. بعدين بفتره كان في نادي زول وزوله كان دخلنا ورك شوبس بتاعت سيلف ديفلوبمنت وكده. بعدين قام كان عندهم حمله اسمها ابدا بيك. فكرة الحملة كانت انه انت نفس الحاجات اللي احنا اخذناها في الورك شوبس دي نقوم ندربها لناس واحنا نكون منتر لهم ونتابعهم ونخليهم هم كيف نوريهم كيف هم يحطوا اهدافهم وكده ونتابع الحاجه دي. انا كنت محظوظه خالص انه المجموعه بتاعتي كانت
رائع شديد. الانتراكشن بيننا كان ظريف خالص. وانا كنت بتكلم معاه من اهدافك والحاجات دي وكده، قمت تذكرت هدفي زمان كده، وان انا عايزه اشجع السياحه جوا السودان، وان انا شايفه انه اي حته في السودان هي جميله شديد، دايره الناس تستمتع بالحاجه دي. فبقيت بفكر ان انا كيف اعمل الحاجه دي. واثناء ما انا بفكر في الموضوع ده، قام لاقاني الهرم ده اسمه هرم موسلو للاحتياجات بتاعت الانسان. الانسان اول حاجه بتكون عنده حوجه بتاعت اكل وشراب وامان. اول ما هو ساتسفاي او يغطي الحوجه دي، بتظهر حوجه ثانيه بتاعت الامن والسلامه، وبعدين بتجي الحوجه بتاعت الانتماء. ان هو اول ما يبدا بيجيه حوجه بتاعت ان هو لازم يكون بينتمي لمكان وبيحبه. اول ما يغطي الحوجه دي بتيجي حوجه بتاعت تقدير الذات وحب النفس واحترامه. بعديها طوالي بتيجي الحوجه بتاعت ان هو خلاص بيكون هو داير يطور نفسه ويفكر ويغير في المجتمع. في اللحظه دي انا حسيت انه انا عشان يعني الموضوع بتاع انه انا اخلي الناس تحب السودان، الحاجه دي كبيره شديد. ده غير انه هو مفهومه كبير شديد، او العائد بتاعه يكون كبير خالص، يعني الناس الانتاج حيزيد، حاجات كثيره حتحصل. فمنها قامت الفكره بتاعت انه انا اشجع الناس كبرت شويه، وبقت الفكره انه انا اعزز الهويه السودانيه. فكان نادي زول، والزول هو بيستضيف المشاريع الشبابيه، فقعدت معاه وقلت لهم ان انا عايز اعمل مشروع كده 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 كده. المشروع حيكون بدايته ان انا حنظم فعاليات ثقافيه، حتكلم فيها كل فعاليه حتكلم فيها عن حاجات معينه عن السودان، وحوصل معلومات عن السودان لكن بطرق مختلفه. بعد 3 شهور كنا بننظم فعاليات ثقافيه اسبوعيه كل خميس من الساعه 5 لغايه الساعه 7. بعد 3 شهور عملنا استبيان للناس الجار، فقلنا لهم، كان في الاستبيان انه هل انت تستفيد من الفعاليات دي؟ في اخر الاستبيان في كان سؤال انه هل نفسك تلف او تسافر جوا السودان؟ اذا ايوه نفسك تمشي وين؟ الاجابات كانت هي محفزه شديد، انه الناس كلها كانت بتقول هي نفسها تسافر جوا السودان ونفسها تمشي في كل الاماكن اللي في السودان. الحاجه اللي كانت محزنه انه في ناس كانت بس بتكتب مثلا بورسودان كسله، بورسودان كسله، اذا خلاص بيكتبوا جبل مره. الحاجه دي كانت ادتني انا والتيم بتاعي انه احنا المسؤوليه بتاعتنا كبيره شديد. الناس دي بس فاكره انه السودان احلى المناطق فيها بورسودان وكسله، والموضوع ما كده. السودان فيه حتات كثيره حلوه شديد. فطوالي بعديها قررنا ان احنا ننظم الحمله بتاع الرحله بتاعتنا. اول رحله لينا كان مشينا نوري. الجميل في الموضوع شنو؟ انه الرحله الاولى والرحله الثانيه هي تنظمت من اشخاص، يعني شخص هو سمع الفكره بتاعت شورتي، فقام جا قال لنا يا اخي انا عندي مكان بحبه شديد، وانا بلدي دي جميله خالص، وانا دايركم تشوفوها وتنظموا رحله لها. فدي كانت الحته اللي ادتنا احساس ان احنا اي ماشيين صح. طالما في زول بيحب مكان معين حتى لو كان مكان بسيط، معناه احنا ممكن نخلي كل الناس تحب المكان الصغير ده والمكان ده والمكان ده وتحب السودان كله. ففعلا مشينا اول رحله نوري، وثاني رحله مشينا الفاشر. لغايه هسه احنا نظمنا اكثر من 30 ايفنتس اسبوعي. كانت الفعاليات دي كلها ثقافيه، اتكلمنا فيها عن حاجات كثيره، اتكلمنا عن التاريخ. كان عندنا ايفنت اسمه حبوبه الزيت، جبنا حبوبه اتكلمت عن السودان قبل 40 سنه. الناس كلها كانت متفاعله خالص. وبرضه كان عملنا ايفنت اسمه نوبا وطار، اتكلمنا عن تاريخ المديح في السودان. وبرضه كنا شايفين ان احنا، لانه احنا كدوله مليانه شديد بثقافات كثيره شديد، يعني انتم قادرين تتخيلوا معايا ان احنا زرنا منطقتين لغايه هسه، عندنا زخم بتاع معلومات كثيره خالص احنا ما قادرين حتى نطلعها بالصوره المناسبه، يعني كل مره احنا بدينا فكره ان احنا كيف نقدر نعرض المعلومات دي. غير الفعاليات التاريخيه برضه كنا بنستضيف مواهب شبابيه، استضفنا مواهب شبابيه كثيره شديد، وكنا دائما بنقول لهم كن انت روح المكان بالحاجه اللي انت بتحبها. وبرضه كان عندنا فعاليات هي بتهتم بانه احنا كيف احنا نقدر نتقبل نفسنا ونتواصل مع نفسنا عشان نقدر نتواصل مع الاخرين. فكان عندنا ايفنت اسمه لوي روحك، وبرضه كان عندنا ايفنت اسمه صبح على النيل، ديسكونكت وكونكت. جوا الخرطوم انا برضه غير الرحلات البرة، الخرطوم جوا الخرطوم كان عندنا صبح على النيل،
صبح على النيل، كل مرة بنصبح على النيل من مكان مختلف وبيكون فيه مسجد معينة. فأنا حاسة في الأخير بس عايزة أقول لكم حاجتين. الحاجة الأولى العنوان بتاع تيدكس breaking boundaries، أكسر الحواجز. أنت لو عندك فكرة أو حلم أكسر الحواجز اللي حوالينا، لأنه الفكرة والحلم ده هي جاتك أنت، لأنه أنت الوحيد اللي عندك القدرة على أنك تحققها. أنا أول ما بديت اتكلمت عن أنه الناس تسافر جوا السودان كان في 2012، الموضوع ده تأخر شديد، لكن في النهاية أنا قدرت أعمل الحاجة دي. ناس كثيرة كانت بتقول لي كيف تسافر جوا السودان وأنت بنت وحتسوقي معاك ناس، حتى ناس قريبين لي كانوا معترضين على الفكرة دي. الكاريكاتير ده رسموا لي زول أنا كنت بتكلم معاه الأسبوع اللي فات عن السودان وعن شورتي وكده، كان بيقول لي أنه أنت بتقولي السودان روح المكان والسودان سمح، هي الأرض ذاتها بتقول لك أسكتي، والسودان ذاته لو شايفين هو هرب، بيقول أنا ما بعرف اللي بدي أم أوت. هو ما كان عارف أنه أنا حعرض البتاعة دي الليلة. فدايرة أقول لكم أنه أي شخص بتواجه معوقات والفكرة هي لما تجيك أنت معناها أنت لازم تحققها. زي ما لاقتني معوقات برضو لاقوني ناس حمسوني شديد. أنا أول إيفنت ليا كان اليوم اللي قبليه وأبوي دخل المستشفى. أنا وصلت الإيفنت قبل الإيفنت بثلث ساعة، لكن لقيت ناس وقفت معايا الإيفنت طلع بنفس الشكل اللي أنا عاوزاه. ناس آمنت بس بالفكرة وهي ما بتعرفني، وناس بيعرفوني برضو وقفوا معايا بس لأنهم بيعرفوني. الحاجة الثانية اللي عايزة أقولها لكم، أنا قلت الحاجة الأولى، الحاجة الثانية يا ريت نكسر الحواجز اللي بيناتنا ونسافر جوا السودان ونحاول نتعرف على بعض في السودان. أي السودان هو الشمس حارة لكن السودان سمح، والله سمح شديد. الشمس السخنة دي جربوا شوفوها من أول ما هي تطلع، جربوا أمشوا شوفوها وهي بتطلع من أهرامات ناري أو من جبل البركل أو من جبل جبل فشار في فاشر أو من شارع النيل في خرطوم أو من شارع النيل في مدني. دي ليلة صباح على فكرة. شكراً.